السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. ولا زالت المعاناة مستمرة، ولا زالت المعاناة مستمرة. شو بقولكم، أدور شيء تشبيه بليغ يليق في الحالة اللي أنا أعانيها حاليا. ما التشبيه؟ بارك الله فيكم. التشبيه عبارة أنك راقد وحد معالي راسك أبوي يسحب تنكوه على قار، والقار عليه شوية كنكري، والتشنكوة هبل خطف بها معالي راسك، بس لا أزم بها، دمبك ساير ودمبك ياي، دمبك ساير ودمبك ياي طول الليل وعلى هالمنوال. اليوم عادة هنا مرة أكيد أني ما بسر، لأني من المغرب أكيد بكون أني بغفي، بيني الرقاد من المغرب. شو بسوي؟ لا حول ولا قوة. علي قب بس، يلا مش نايم؟ امال مين اللي بيشغل ده؟ جدي انا شتاب مش خارج سكن صغير صاحي. صباح الخير ريوق. اليوم ابوي انا ناس وروب وعنب نمونتين وخوخه وقريف فروت، لكن الخوخه ولايتيه. شهاب هذا ابوي ما يريد فواكه، هذا ابوي جاي يبغي لحم ولا دياي بس او فول. فول. صلاح شو تسوي؟ شو هذا؟ تعرفين شو يقولون؟ تعال بابا تعال. صلاح شو هالغنية؟ لا خبر لا خبر. بتخبرني؟ مغربي شو هذا؟ اي بيبي العود. ايه متأثر، تحب التقنية هاي؟ ايه. شو يقول الحين؟ ما تعرف؟ ما تشربك؟ العود حباق العود حرمة دق عود؟ يا العود ريال دق العود. إيه؟ والحرمة شو تسوي؟ رقاصة. قول لي كيف يدق الريال؟ دق طارة. والحرمة؟ رقاصة. تحب انت الرقاصة؟ ايه. صلاح سلام عليكم. انت 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 حد وراك؟ انزين الحين شو وين تبغى تتغدى اليوم؟ وين تبغى نتغدى اليوم؟ هذا اللي فوق. إيه؟ اللي تغدينا فيه اول يوم. إيه؟ عيبك زين؟ إيه؟ رقم واحد ولا رقم اثنين؟ اثنين. هذا واحد يبو كام؟ خمسة كده. لا واحد ما. اثنين انت واحد ده كام؟ واحد واحد شاطر. ها اثنين شارع ثلاثة أربعة خمسة يا رب. الوان يلا اللون ده ايه بقى؟ ابيض. ده ابيض يا صلاح؟ ده بني. ده بني؟ لا ذاك. ما شاء الله على صلاح، على اساس تريان هي عندها القنبره هاي الرصاصيه. ما وعيت بالله ابوي وين خريف. صلاح نحج في هالمطعم صح؟ الساعه كم؟ الساعه كم تبه؟ الساعه 7. خبرها الساعة كم تبون تون؟ الساعة 7 اوكلوك. يس 7 اوكي. زين صلاح كم شخص انتم؟ هاو ماني بيرسون؟ في 4 بيبل اوكي كونفيرم. زين الطاولة هاي الساعة 7 اوكي اوكي ثانك يو ثانك يو. يلا كل يوم بنصير مكان معين. امس مثلا كان شيان برغون يا ناس ساعه انت والله ما ظهرنا الا 11 في الليل، خطف الوقت. اليوم بنصير عاد هذا سنترال وول، سنترال عالمي، هذا اكبر مول عندهم من كبر هاك كم وديه بتشوفون شيء بالعالم. اعتقد بنحط فيه ساعتين او 3 ساعات. شوف السبتين احنا ما نزل تحت نمشي، شوف سيايس الزحمه خلق الله ما خلق. وعلى الساعه 7 اذا ما راد بنصير مطعمنا هذا تونا كنا حجزنا فيه قدامنا الحين نشاهد البندق نفس المنطقه نحن فوق. بكره ان الله راد ان شاء الله بنسير اول شيء اول ما بنش المول هذا ترمينال 21 بكره عاد، وفي الليل بنسير سوق الليل. وسوق الليل هذا يفتحون اظني الساعه 6 المغرب او 7 لين نص الليل عاد، ما يفتحون الا في الليل. سوق روعه وايد يجنن نظيف رقم واحد. وورا باكر ان الله راد بنسير قصر البرلمان مالهم، وفي متحف وفي كل شيء.
زي صلوحه ان شاء الله. يلا صلاح قول ثانك يو. يلا حبيبي يلا يلا اعطى فلوس اعطى فلوس. صلاح ابوي اشترى كفر تليفون. يلا تيك هز ماني. يلا قول ثانك يو. وين الكفر مالك الاولي الثاني الاولي؟ وين ليش خليته هناك؟ ليش تخليه؟ الكفر مال التليفون مالك وين؟ ما بهناك. ها شوف ما علي عادي؟ صلاح وخيبة شو تبغي فعلي؟ يابا وقلم. تبغي هني يعني؟ قم 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 علي يباك هني عدالة. زي شيء بخشيش بتعطي بخشيش ولا بلا؟ لا بس كلام. صلاح انت بدك تفرح حسين؟ فلوس؟ لا ما وين وين وين؟ مش فلوس خالص؟ وين؟ مش خالص؟ بنك. ما البنك؟ أبا أبا كم بكرة؟ جمعة. أول يوم بقى إيه؟ السبت. نروح أبو ظبي يوم إيه؟ العاص. يوم إيه؟ الاثنين. لا أبا السبت. كم بقى الطيارة؟ تسعة. أسبوع. أشهر إيه؟ أبا. كم دور؟ كم لك إيه ده بقى؟ في تايلاند عجبتك إيه؟ إيه بقى؟ الأكل؟ الجمبري ولا الشوربه؟ شوربه. هو ومطار زيته طلبهم واحد. شو طلبهم؟ عباره عن بيض وعيش ولحم بط وما ادري شو وكل شيء. شيء يخطر في بالك ما بمحطوط في هالصحين، هذا الصحين هالكبير وكل شيء فيها. صلاح ما شاء الله عليه ابدا. صلاح. طالب انا سمته مشواي. مشوايش قايل يلفونها يطوونها طواي تلف بورق موز وتنشوي. هذه كودون عليها خلاف، هذا تحيدون اللي خبرتكم عنه الثوم اللي مسواي طرنشات ويجلونه غادي كريسبي. شوها فرات البسكوت بعد منقير صغار صغار يفرمونه بعد اظن يجلونه ويعقونه على وجهه بسمته من فوق من تصير وتذهب عاده ويحطوا لها الصويا صوص وما ادري شو من كل شيء. He said I am sorry for broken the plate. Don't worry. تقول له. ولا يهمك ولا يهمك. شو؟ أزول أزول. يقول لك أنت ما بمسؤول، هو اللي كسر الصحن والجماعة. خلاص هيكسر الكرسي. الكرسي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. الأول لما ناكل. الحمد لله. رقم كام في الأوتيل؟ واحد. واحد؟ دورك كام؟ 100. مفيش دور 100 في الاوتيل. بالتيه بقى بكام؟ دوري كام؟ اوضه كام بقى؟ 100. يا لهوي انت كده تخش على الجيران، مش هتخش اوضتك انت. اي سته. اي سته برضو على الجيران. ايه. مش اوضتك دي. ايه. في البيئه. ايه صلاح؟ اسكالات. شو؟ اسكالات. ايس كريم. ايس كريم. ايس كريم. يلا بالعافيه حبيبي. دواني. انا انا انا. انا واحده بس واحده كمان واحده بس راح فين؟ ايوه ايوه هي دي. صلاح عطى مسكين علي حرام حرام مسكين علي مسكين عطى هلا حرام شريف صلوحه فينيش بس صلاح قولها ثانك يو.
يخرب محمد الحمد لله حجز له اوضه لوحدي عشان ما يشتكيش من شخيري وادوها لنا بنص السعر علشان احنا حاجزين اوضتين دبل فعلينا خصم 50% انا حجزت اوضه لوحدي بعيد عن خالد هتنام في الاوضه معايا ولا تنام في الاوضه مع شاب مش تحب شاب ترتاح معاه خليك خافش يا صلاح انا بطلت اشخر على فكره مشكورين وكل واحد مشكور صحينا الصبح لقينا كرتونتين لازقه للشخير الحمد لله مش هشخر سلام عليكم الله كادر لا حبي انت قول سلام عليكم سلام علي لا سلام عليكم الله كادر لا انت قول سلام عليكم واضح العلاج هي الناس كلها شايفه اسم العلاج هي ده علاج تشخير علشان ما حد يعلق ولا ضايق حد وانا نايم بتشخيري